الاحساس ديالي انا غنطير بالفرحه، غنطير غندير جناح وغنطير في السماء. ملي رجعت لينا خديجه يلا غناكل ويلا غنشرب ويلا غنعس. حنا هذا الصباح تقريبا في العشره قلت ولوت ولا العشره الاربع جالسين في هذا البيت هذا انا وخوتي كنهضروا على الموضوع د خديجه، ما عندنا حتى شي مواضيع اخرين. ومرات خويا خرجت للزنقه تشوفوا وليداتها تدخلهم معنا في الدار، خرجت دخل وليداتها حتى كنسمع الغوات بشرى 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 كتعيط ليا بواحد الحاله هستيريه. طلعت من الشرجم كنجيب كنشوف راجل هاز خديجه وجاي كيجري خديجه مسكينه مصدومه واحد الحاله شتها فيها. المهم الحمد لله انها حيه، عطاها لمرات خويا. هبطنا ديك الساعات منين طلينا من الشرجم وشفناها امها راه كانت غتلاح ليا من الشرجم. انا كنقولها قسما بالله تا خديجه وهي مصدومه كتطلع من الشرجم بغات تلاح. جريتها من الشرجم هبطنا كنجريو شافتها عنقتها طاحتنا امها في الارض ديك الساعات هي وياها. جلسناها الناس كيبغيو يسلموا عليها حبسناهم قلنا لهم حتى تجي السلطه صافي بارينا الناس ديك الساعات خلينا حتى جات السلطه حتى هزات خديجه هي والام ديالها. دابا راه في الدار الحمراء غادي يديروا التحقيقات ديالهم ودوز للطبيب ان شاء الله ونعاودوا نعطيو تصريحات. البنيته الحمد لله هي بالحياه وانما ما كتهضرش مصدومه. اش غنقول لك ضعافت موسخه حويجاتها موسخين عامره حبوب واحد الحاله الحبوب فيها بزاف. المهم هادشي نقدر نقول لك هادشي اللي شافت عيني. الراجل اللي جابها انا ما كنعرفوش ولكن الناس كيقولوا بان عنده عود هنايا دوك مالي العواد واش كيهز العواد ولا كيهرس العواد الله اعلم انا ما كنعرفوش. هاد الراجل دابا راه هو كيحقو معاه كيقولوا بان جات عنده شي مراه خماريه معاها وليد عنده 14 عام حطت البنيه. هو مني شافها ناض كيغوت المراه، المراه هزي بنتك منين هربت مشى للدريه قال لك صابها في حاله انها بحال اللي ضايخه بحال اللي مضروقيه والله اعلم. هذه الهضره اللي قال السيد هزها وجا كيجري بها سول عرفها هنايا جا كيجري بها. المهم حنا كنشكروه على كل حال السيد هذا وكنطلبوا من السلطات تحاول تمنع هذه الظاهره هذه. كنشكروا الصحافه وكنشكروا حتى المطبعات اللي تعاونوا معنا، كاين المطبعات اللي طبعوا لنا التصاور ديالها بلا فلوس، كاين المطبعات اللي هما تضامنوا معنا وزادوا فرقوا التصاور ديالهم. كنشكروا الصحافه كلها الالكترونيه التلفازه الراديو. نشكروا سيدنا الناس ديال الحي الناس ديال السوق الناس اللي من خارج المغرب من داخل المغرب من الخليج من افريقيا العالم كله الضامن معنا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. عبشوي عبشوي كلشي غير.